ظاهريا ظاهريا كاين مشروع، كاين جدوله زمنيه بين 2021 و 2025، كاين مراحل، كاين حتى نصوص قانونيه. هادشي من ناحيه ديال الشكل يظهر وكأن كاين شي حاجه. دابا مين كتحلل الامكانيه الحقيقيه ديال بلوره هذا المشروع على ارض الواقع باش يكون حقيقه، يكون افكتيف، باش يكون فيرتوال؟ كتصيب مع الاسف بانه الامكانيات ماشي غير ما كايناش حاليا، ما كي مع الاسف الحكومه ما كتعطيش راسها الاليات، اي بصفه اخرى الاصلاحات، واولها بما كنتكلموا على التمويل. لانه كنشوف على الصعيد الدولي الانظمه اللي كتعاني دائما من المشاكل، من كيتكلموا على شي مشاكل ديال النظام مثلا الضمان الاجتماعي كيتكلموا عليه من الناحيه الماليه ديال التمويل. فرنسا دائما كيتكلموا على لو ترو دو لا سيكو. فباش نقول لك بانه السؤال الاساسي هما هل هناك امكانيه ديال تقوم بواحد تبني واحد الجهاز ديال التمويل اللي قادر باش يعطي يجعل انه هذا النظام يكون اولا بعدا يتمول بصفه ذاتيه ماشي بالديون، ثانيا خصو يكون كافي، ثالثا خصو يكون دائم بيرين ديورابل. يعني اذا هاد امون افي النقاش خصو يدور حول هاد القضايا هادي. واش ونكونوا واضحين ايضا، ملي كنتكلم على التمويل كنتكلم على الاصلاح الضريبي، لانه الضرائب علاش؟ الضرائب هما اللي ذاك التمويل الذاتي بالنسبه للدوله، ديك الامكانيات اللي غادي يمكن لها تجلب من الاقتصاد وتضمن واحد التمويل اللي يكون ذاتي ودائم هو النظام الضريبي. ولكن مع الاسف من كنشوفوا دابا ما يقع في هذا المجال هذا، الاجراءات اللي كانوا تغيشوفوا الا بغيتي تشوفوا القانون الماليه 23، الاجراءات كتمشي في الاتجاه المعاكس ماشي كتمشي في الاتجاه ديال تعزيز واحد النظام ضريبي اللي يكون ناجع وايضا عادل، وباش يكون ناجع اي باش يعطي الامكانيات الماليه باش تمول هذا خصو يكون عادل ومنصف. شي كله ما كاينش مع الاسف، الاجراءات كتمشي في الاتجاه المعاكس. اذا امون افي هذا هو دابا النقاش خصو يدور حول هذه النقطه.